هنتكلم النهاردة على حاجة من أشهر الحالات اللي هتشوفوها في عنبر بطنة، وهي patient admitted على hematemesis والميلينا. طبعا أنا من الهيماتيمسيس والميلينا عندي ليها أسباب كتير قوي، بس أنا هتكلم النهاردة أكتر على نوعين بالأخص، وهي الهيماتيمسيس والميلينا بسبب variceal bleeding، بس وده اللي بنشوفه في الهيباتيك patient، سبب البورتال هايبرتنشن، او على بيبتيك ألسر، ودول the most common presentations بنشوفهم معانا. طبعا في اسباب كتير قوي للهيماتيمسيس والميلينا، وعشان كده اي patient جايب هيماتيمسيس والميلينا لازم بيتحجز له upper GI endoscopy و colonoscope لو indicated. دول اشهر سببين هنشوف فيهم هيماتيمسيس وميلينا يعني، او المانجمنت في الحقيقة بتاع الاتنين مختلف، هما بيتفقوا في نقط معينة بس في اختلاف بينهم. هبتدي بال هبتدي الاول بسيناريو ان patient جاي لي هيماتيمسيس والميلينا first presentation، وانا اصلا معرفش البيشنت ده ايه. هاخد منه اهم حاجة good history taking. good history taking is very vital في diagnosis بتاع cause بتاع الهيماتيمسيس والميلينا. بمعنى هسأل البيشنت، هل حضرتك هيباتيك؟ ممكن المريض المصري في العادة زي ما اتفقنا ما بيكونش عارف اصلا ان هو مريض عنده مشكلة في الكبد، فممكن يقول لك لأ. هل انا هسكت لغاية كده؟ لأ، هبتدي اسأل اسئلة specific، يعني جالك فيروس سي قبل كده؟ هل حضرتك من منطقة ريفية؟ اتعالجت من بالهارزيا قبل كده؟ هل حد قالك قبل كده ان عندك تليف في الكبد، او عملت سونار على البطن قبل كده؟ طب معاك، طب هبص فيه اشوف لو في ليفر سيروزس. ده كده انا بفكر في ايه؟ في فاريسيال بليدنج على هيباتيك كونديشن. طب لو نيجاتيف بكل الهيستوري دي، بيشنت عندنا من البلان اللي بيتعمل لاي بيشنت داخل ان احنا بنحجز له الترا ساوند ابدومينال بلفس، ده بيساعدنا في الدايجنوزس. زائد اللابس، اللابس ممكن تدينوت الكونديشن بتاع البيشنت، يعني لو هو لقينا مثلا معاه، طبعا شوفوا الاول الفيديو بتاع الهيباتيك بيشنت، لقيت مثلا معاه بليتلتس قليله، ده ممكن يديني هنت البيومين قليل، كل ده ممكن يديني هنت ان البيشنت ممكن يبقى ماشي ان هو في سكه هيباتيك. بالاكزامينشن بتاعي بعمل بالبيتيشن، لقيت الليفر، هو المفروض الليفر سيروزس بيبقى شرانكن، فمش هبقى حاسه بالبالبيتيشن يعني. اكزامينشن مثلا لقيت ان انا عندي اسايتس، ده ممكن يشككني ان هو هيباتيك. تمام، هسأله برضو على هيستوري الحاجات اللي ليها علاقة بالهيباتيك بيشنت، يعني هسأله هل توهت قبل كده او دخلت في غيبوبة مثلا كبدية، اقولك اه يا دكتور كذا كذا، جالك صفرة قبل كده، هنسأل مثلا جمعت مية او بزلت قبل كده، يعني بنسأل برضو على signs of liver decompensation عشان ده ممكن يساعدني في الدياجنوزس. تمام. طبعا لو patient، وده طبعا يعني كمان السن بالنسبة لي بيوجهني ناحية البيشنت ده غالبا ايه، يعني liver cirrhosis دي غالبا هنشوفه في patient old شوية، نادرا ما هنشوفه في patient young. peptic ulcer ممكن نشوفه في اعمار كتير، بس انا لو جايلي patient young age عنده 20 سنة بيرجع دم، مش اول حاجة هجري افكر فيها ان هو liver cirrhosis، هفكر اكتر في peptic ulcer. young age بقى بيصدع، مش بينام كويس، anxious، بلا بلا بلا، عنده صداع عشان مثلا بيقعد مثلا اي سترين مثلا، اي بقى سبب من اسباب الهيدك، بيشنت مثلا معاه عمل عمليه مثلا فخد انالجيزيا كتير، سبيشالي الاورثوباديك سيرجريز بيبقى مكتوب لهم فيري سترونج انالجيزيا، زي مثلا الديكلوفيناك سوديوم والحاجات دي فيري هاي ريسك انها تدخلي في بيبتيك ألسر. فهكمل بقى البروسيد برضو ببتيك ألسر، هبروسيد بالهيستري، هسأل مثلا لو معاه ديسبابسي، هل في وجع مثلا سبيشالي في فم المعدة، هي مكان الفاندس اوف ستومك، ده كده بيدينوت انه احتمال يبقى فيه حاجة في ستومك. هسأله هل مثلا حضرتك ماشي على مسكنات، ودي سؤال مهم جدا، هيقولك اه يا دكتورة. مهم برضو نسأل يعني ده for your clinical sense، سبب الانالجيزي على ايه، in cause of the complaint. الcomplaint ممكن برضو يوجهني ان انا اشخص حاجات معينة، يعني مثلا لو patient قالي ان هو معاه severe headache, persistent headache و vomiting، ممكن اشك في حاجة intracranial، ممكن يطلع معاه tumor مثلا.
فمهم برضو من ضمن الأسئلة اللي أنا بسألها في الهيستوري تيكينج، طالما عرفت شاكك إن أنا أنالجيزيك أبيوز، أعرف على إيه أصلا، لأن ده برضو ممكن يساعدني إن أنا كدكتور، إحنا كدكتور أنت بتعالج كل حاجة، يعني مش هنمسك في البابتيك ألسر وفي حاجة أنا شاكك فيها تانية. لو في حاجة أنا شاكك فيها، حلو برضو من ضمن المانجمنت إن أنا برضو أشوف الورك أب بتاعها. تمام، فده بالنسبة للبابتيك ألسر، برضو هيستوري تيكينج. تاني حاجة غير الأنالجيزيك أبيوز، قال لي لا يا دكتورة مش باخد مسكنات خالص خالص. طيب تاني سؤال هنسأله على طول، أو يمكن أول سؤال، عملت تحليل الميكروب الحلزوني قبل كده؟ هيقولك يا دكتور وكنت بتعالج والمفروض إن أنا خفيت. H pylori من الحاجات ال very recurrent، فحالة زي كده أنا ممكن أشك recurrence of H pylori peptic ulcer تاني على H pylori. patient اللي بيبقى جايب peptic ulcer، المانجمنت بتاعه طبعا ان انا بوقف ال antibiotic سوري الانالجيزيا السترونج انالجيزيك اللي بياخده، وبرده من باخد بحط في البلان بتاعتي ان هو نسحب له H pylori stool antigen، علشان ده هيساعدني في التشخيص لو هو peptic ulcer على H pylori. يعني انت طبعا جزء كبير كدكاتره ان انت تعالج المشكله، ان انت تعالج سبب. طبعا للاسف ال variceal bleeding is irreversible، يعني هو طبعا علاجه upper GI endoscopy band ligation بقى او بس بتكلم عامة ان انت ال liver cirrhosis condition is irreversible، فهو عرض هيفضل عرض دايما للاتاكس دي. انما peptic ulcer ممكن avoidable، ان احنا نوعي patient ان لو انت مصدع او في اي pain ممكن تلجأ لسيف analgesic زي paracetamol بدل ما يبقى ماشي على strong analgesia، وان ده high risk ان هو يخش في peptic ulcer. وطبعا لو patient diagnosed ان هو H pylori، مهم ان هو يبتدي الريجيمن بتاع ال H pylori علشان نكنترول السيمبتومز. ده كده بالنسبه لي البيشنت وهو لسه بستقبله في الطوارئ وما اعرفش عنه اي حاجه، جاي لي بهيماتوماسيس وميلينا. ممكن نشوف ميلينا بس لوحدها باي ذا واي، او هيماتوكيزيا. طبعا الميلينا digested blood بيبقى بلاك، هيقول لك بلاك تاري ستول. يعني ممكن البيشنت باي هيستوري وانت بتاخد منه هيستوري هتقول له انت هل انت حضرتك معاك دم في الستول؟ هيقول لك لا يا دكتور. فمهم ان احنا دم بالنسبه له يعني شايف دم، بس انا بالنسبه لي مهم ان انا اساله هل حضرتك معاك بلاك تاري ستول، هل لون الستول بتاعك اسود، واشاور له على حاجه سودا. ده بالنسبه لنا ديفينيشن اوف ميلينا، لان ساعات بالنسبه للبيشنت هو مش واعي ان الهيماتامسس ديت ان الستول البلاك دوت دم. فانت لو اعتمدت بس ان انت تساله على الهيماتوكيزيا اللي هي او دم في البراز ممكن ينفي ده. فمهم برضو بالهيستوري بتاعي، لان برضو زي ما قلنا الفاريسيال الفاريسز اللي بتبليد دي ممكن تبقى تحت، مش شرط تبقى اسوفيجيال، فساعتها هتبريزنت بس على حسب مكانها بقى، ممكن تبقى فريش، ممكن تبقى ميلينا لو فوق شوية والبلود دايجستد. بس النسبة مثلا لو هو حتى جاستريك بس النسبة ما كانتش كبيرة انوف ان هو يبريزنت ان هو بيفومت كمية دي، فهتبقى دايجستد وهتروح اللور جي اي، وبالتالي هتبريزنت بشكل ميلينا. طبعا برضو مهم وانا في حالة بيشنت بيبريزنت بهيماتوكيزيا او فريش بلود ان انا اسأل على البايلز، ان انا اسأل على الفيشر، لان ممكن يقول لي يا دكتور في دم بس يطلع على حاجة زي بايلز او فيشر. وكمان ممكن اكزامن، يعني ممكن اكزامن الانس فور بايلز او فور فيشر، المفروض ان هما بيبانوا. حتى البيشنت ممكن ما يبقاش عارف فيشر سبيشالي هيبقى فيه هيستوري اوف سيفير كونستيبيشن وبين ديورينج ديفيكيشن. فبالتالي مهم برضو الهيستوري ان انا استبعد الحاجات الاوفرلابينج، واخد بالي ان الميلينا برضو مهم اسال لو بياخد ايرون سبلمنت او واكل مثلا حاجه زي سبانخ، لان دي ممكن تكون سبب ان الستول يبقى غامق جدا almost black، وده ينترفير معايا في الدايجنوزس. وده طبعا مهم اخد بالي منه، علشان اصلا في حاجات بالنسبه لي ممكن ما تبقاش بطنه، يعني لو بيشنت بايلز او فيشر فده هو مش بطنه، هو المانجمنت بتاعه هتبقى مع الجراحه، الا بقى لو معاه انيميا. تمام، ده كده بالنسبه لي انا بكلمكم على بيشنت جاي لي في الطوارئ لسه ما اعرفش عنه اي حاجه خالص. تمام، بيشنت دوت طلع لي العنبر. المانجمنت بتاعه ايه؟ هتكلم الاول على لو بيشنت هيباتيك، هو شك ان هي فيريسيال بليدنج، المانجمنت هيبقى ايه؟ مانجمنت بالنسبه لنا
ان البيشنت لازم يبقى ام بي او nothing per os، يعني مش هياكل اي حاجه. ده في البيبتيك ألسر وفي الهيباتيك بيشنت، في الاثنين هيبقى ام بي او. ليه هيبقى ام بي او؟ لان انا عندي فاريسز، لو انا هدخل اكل او بتاع انا كده بعرضها انها تتفتح وتبليد تاني. نفس الكلام ألسر، عندي ألسر، عندي حرفيا تعويره، لو انا هنزل عليها اكل وشرب هستيميوليت كمان الجاستريك اسيديتي انها تطلع، فهتورسن الألسر ده. فبالنسبه لي البيشنت لازم يبقى ام بي او. طبعا طالما هو ام بي او لازم اكون افولو اب كويس على الراندمز بتاعته، سبيشلي لو بيشنت دايابيتك، وبدي فلويدز عشان مش هسيب البيشنت دي هايدريتد، سبيشلي ان هو بيشنت اوريدي بينزف، فاحتماليه ان هو يبقى معاه هايبوفوليميا او انيميا، فبالتالي لازم اعوض ده طبعا بالبلود ترانسفيوجن، وهعوض ده بايه؟ بفلويدز عشان كسبورتيف يعني. الا بقى لو في حاجه ريسك فيرسس بنفيت تخليني ان انا مش عايزه احط فلويدز بكرم قوي، زي اللي هو بيشنت يبقى هارت فيلير، او بيشنت معاه ماسيف اسايتس مثلا خايفه ان هو يجمع فلويد بسرعه، فبنحط على القد. طبعا زي ما قلنا الطب انت بتواي داون ريسك فيرسس بنفيتس، فبالتالي اللي احنا القرار بالنسبه لنا بيبقى ديبندنج على تيلرد اكوردنج تو ايتش بيشنت. تمام، دي اول حاجه بالنسبه لي. في حاجات بتبقى مختلفه في المانجمنت، بمعنى الهيباتيك بيشنت لازم يتحط بالنسبه لي على فازوبريسن، او لو هو كاردياك الفازوبريسن هيبقى كونترا انديكيتد، هيتحط ساعتها على اوكتيريوتايد او ساندوستاتين. ده له رول في ان هو يكونترول الفيرسيال بليدنج. بيشنت برضو الهيباتيك ببقى محتاجه احط له كابرون ودايسينون. ايه كابرون ودايسينون دول؟ هتشوفوهم كتير في التذاكر لو بتبصوا او بتمروا الصبح. الكابرون والدايسينون دول، الكابرون هو ترانكزاميك اسيد وده انتي فايبرينوليتيك فاكتور، ده بريفنت البريك داون للبلود كلوتس، فبالتالي بيمنع يعني البلود كلوتس بتفضل موجوده فبيوقف البليدنج. التامسيليت اللي هو الدايسينون ده انتي هيموراجيك، بيبروموت البليتلت ادهيجن وبيزود الكابيلاري ريزيستنس، فبالتالي برضه بيوقف النزيف. ده كده بالنسبه للهيباتيك بيشنت المانجمنت اللي احنا بنبقى حاطينه عندنا. بالنسبه لل، وطبعا لو البيشنت معاه هيستوري ان هو بيخش في هيباتيك انكيفالوباثي، هحط الانتي انكيفالوباثي ميجرز اللي انا قلت عليها في الفيديو الهيباتيك بيشنت، راجع الفيديو ده بس هقولهم بسرعه. لاكتيلوز التفاصيل بتاعتهم هتلاقوها في الفيديو بتاع الهيباتيك بيشنت. ريفاكسيمين، تمام، الاكتيلوز وانيماز، وبنعمل ريفاكسيم وبندي ريفاكسيمين اللي هو انتي بايوتيك. تمام يا شباب، تمام. وبنريستريكت بقى الميتس والريد ميتس، هو كده البيشنت كده كده ام بي او. بالنسبه بقى للبيبتيك ألسر، البيبتيك ألسر اهم حاجه بالنسبه لي نمبر 1 ان انا بحط بي بي اي، لان المشكله الاساسيه معايا مع الاسيديتي، ذا جاستريك اسيديتي دي هي هت اكسسربيت الكونديشن. احنا بنحط في حالات البيبتيك ألسر بيبقى دبل دوز، يعني بنحطه توايس ا داي، او ممكن كمان نحط على بي بي اي انفيوجن. دي اول حاجه. تاني حاجة بنحط حاجة اسمها ميوكوستا وجافسكن، هتشوفوهم كتير قوي في حالات البيبتيك ألسرز، ودول زي بيحوطوا جدار المعدة كده فبيprevent the further exacerbation of the condition، يبقوا حاجة زي كده protective عشان تقللي البليدنج ده. طبعا مفيش مشكلة ان انا احط كابرين ودايسينون برضو عشان اقلل احتمالية النزيف، ده طبعا مع الفلويدز ومع ان البيشنت يبقى MBO. واهم حاجة اوقف الكاز، وهو ان انا هوقف الانالجيزيا، لو انا محتاج ادي انالجيزيا هدي اي في باراسيتامول which is a safe انالجيزيا. طبعا زي ما قلنا لازم نعمل نحجز upper GI just in case لو البيشنت مع overlapping condition تاني، او اللي هو اصلا احنا ممكن ما يبقاش التشخيص تصادف مثلا patient hepatic بس مش جاي بينزف على varices، ممكن بينزف مثلا على حاجة تانية، فلازم كده كده يتعمل له upper GI كمان for the management. يعني لو هي varices بنعمل band ligation بقى، او لو هي peptic ulcer ممكن
بنحط السيانو اكريليت او اكوردنج بقى للكونديشن بتاعه. مهم ان هو يبقى متشخص. وطبعا لو البيشنت بيبتيك ألسر على اتش بايلوري لازم كمان ببتدي الريجيمن بتاع الاتش بايلوري، سواء مثلا احنا بنحب دايما التريبل ريجيمن اللي هو بيبقى بي بي اي دبل دوز، وبنحط امكس اموكساسيلين وكلاريثروميسين. ده كده المانجمنت باختصار. هنيجي بقى دلوقتي نتكلم على حاجة مهمة جدا جدا جدا، لان احنا طبعا البيشنت المفروض ان هو في عنبر بطنه بنفولو اب عليه، بيبقى كنترول مهم جدا اكيب اتراك لا اكيب فولوينج اب على الهيماتمسيس والملينا دي، هل وقفت ولا ما وقفتش، عشان اشوف الافيشنسي بتاع التريتمنت بتاعي، اشوف بياخد العلاجات ولا لا، اتاكد ان هو ستيل ام بي او، علشان ممكن اصلا من common causes ان ان البيشنت يخش في مالتيبل اتاكس ان هو ما يبقاش ملتزم لسه بقى بياخد فلويدز وبتاع. سبيشالي البيشنت المريض المصري بيبقى متضايق قوي من حوار الام بي او، بيبقى حاسس بقى ان هو ديهايدريتد رغم ان مندي فلويدز بيبقى متضايق. فحتى هتلاقوا relatives دايما، وده من الحاجات اللي هتشوفوها كتير حتى كامتياز، يفضل يسألك يا دكتور فلان ياكل فلان يشرب. لما تلاقوا patient بيسألكوا السؤال ده اعرفوا ان هو غالبا MBO، فعشان كده دايما بيفضل يسأل السؤال ده، بيبقى نفسه ان هو حد يقول له اه تمام. فمهم طبعا نفرق اب على blood pressure، عشان ممكن patient زي ده يكون بينزف ويبقى impending shock في اي لحظة. وبرضه من فولو اب اي بي جي لو الضغط لقيناه قلل على العادي just to detect الشوك في اي لحظه، وبرضه بنفولو اب على اليورين اوتبوت كل ده عشان ندتكت هايبوفولاميك شوك. تمام، ده كده الهيماتامسيس والملينا البيشنت داخل عندي ادميتد من الطوارئ. طيب لو انا عندي بيشنت كنترولد ومره واحده، وده بقى اللي هنتكلم فيه، دخل معايا في اتاك اوف هيماتامسيس وملينا هيماتامسيس سبيشالي، يعني دخل في new attack of hematemesis، دي طبعا حالة emergency. ليه حالة emergency؟ لان البيشنت ده بيبقى bending shock hypovolemic shock في اي لحظة. patient يبقى bending hypovolemic shock، فبالتالي مهم جدا 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 ان انا control البيشنت ده واسبورت هم علشان ما يخشش معايا في hypovolemic shock. طيب وللاسف كتير احيانا patients حتى على العلاجات وبيكونوا ملتزمين وبيخشوا في new attack، فمهم برضو اعمل الستبس اللي انا هتكلم عليها دي عشان اطمن على البيشنت واديله supportive treatment بتاعه. طيب اول حاجه هعملها ايه؟ patient دخلت لقيته فيه hematemesis. by the way hematemesis ممكن تبقى fresh، يعني الدم لونه bright red، ممكن يبقى altered اللي هو بيبقى لونه غامق شويه. في الحالتين هما هيماتيمسيس بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على مكان البليدنج ده او دخل الستومك ولا لا. طبعا الغالبا الغامق دوت بيبقى digested، يعني قاعد في الستومك وdigested، ف و patient بعد كده رجعه، فبالتالي هو altered. او fresh يعني ممكن ما وصلش حتى الستومك، هو فوق لسه، وده بيبقى غالبا في الاسوفيجيال فاريسز يعني. وبرده ممكن نشوفه كمان في البيبتيك ألسر، لو البيبتيك ألسر سيفير وصل لفاسلز في الستومك فتحها، فالفاسلز دي بتبليد فريشلي فريش بلود وكميته كبيرة، مش بيلحق يبقى دايجستد. فيعني بنشوف ساعات فريش بلود كمان في البيبتيك ألسر، يبقى سيفير بيبتيك ألسر. طيب ايه المانجمنت اللي انا ممكن اعمله في بيشنت طلع لي اتاك اوف هيماتيمسيس واللي انت ممكن تشوفه في عنبر معانا؟ اول حاجه بعملها ان انا طبعا البيشنت، طبعا لو البيشنت اناميك يعني لو هو مثلا 5 مثلا هيموجلوبين 5 ومفروض بينقل دم، احنا طبعا عارفين التارجت هيموجلوبين بتاعنا ان انا بترانسفيوز اب تو 8 لو بيشنت كارديك لغايه 10. فلو البيشنت اكتر من 8 مش محتاج بلود ترانسفيوجن، لو اقل محتاج بلود ترانسفيوجن. طب البيشنت لو كريتيكال رقم الهيموجلوبين بتاعه كريتيكال زي 5 ونزف، فده patient ده لازم urgent blood transfusion. دي اول حاجة لازم هنبعت حد لازم نحط في البلان بتاعنا ان احنا لازم نعمله urgent blood transfusion. بس انا هبتدي بالستبس الاول، طبعا اول حاجة هنقيس الضغط بتاعه. ليه؟ لان انا هبقى خايفة ان patient يخش في شوك زي ما قلت.
هندور على ايه في الاي بي جي؟ هندور اكتر حاجه هنخاف منها اسيدوتك اي بي جي. اسيدوتك اي بي جي يعني بدايه شوك او شوك، فدي حاجه هتبقى بالنسبه لي مرعبه، ومعناها ان انا لازم اجري بسرعه انقل دم، لازم احط فلويدز. احنا كده كده بنحط فلويدز في بيشنت داخل لي بهيماتيمسيس، لان سبيشال لو لارج فوليوم. وطبعا بنركب نيزو جاستريك تيوب. ليه؟ بالنسبه لي النيزو جاستريك تيوب هيفضل من الحاجات المهمه جدا اللي لازم نعملها في بيشنت هيماتيمسيس لسببين اساسيين. اول حاجه بالنسبه لك كمونيتور، انا بشوف كميه البلاد اللي رجعها قد ايه. دي بالنسبه لي هتبقى بالدينوت بالنسبه لي قد ايه how urgent my management should be. يعني لو patient ملا كيس كامل 2 liters في دقايق، patient ده severe hematemesis، ده انا لازم اجري بسرعه اجيب له اكتر من كيس دم ونعلق fluids كتير وابلغ عاجل جدا قيء دموي اللي هو الهيماتيمسيس يونت، ودي تبع جراحه الجي اي تي، علشان لو patient محتاج يتعمل له يتركب له gastric balloon توقف البليدنج ده، ومحتاجه فولو اب على البلاد بريشر بتاعه كتير قوي، ومحتاجه الاي بي جي يبقى في سيريال اي بي جي. يعني المانجمنت بتاعتي هتختلف. تاني حاجه فور ديكمبريشن، لان بيشنت لو هيباتيك سبيشالي الدم ده ممكن يبقى ميديا البكتيريا تشتغل عليه وتدخلي في ايه، تدخلي في هيباتيك انكفالوبلي. فعشان كده النيزو جاستريك بالنسبه لي مهم. لو البيشنت على المانجمنت بتاعي في العنبر اللي هو اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول، مش هبقى محتاجة ادي حاجة زيادة، غير ممكن بس احط اكسترا كابرون ودايسينون في ساعة الاتاك علشان يوقفوا لي، يساعدوا ان هما يوقفوا البليدنج اللي شغال دلوقتي حالا. otherwise طالما هو بياخد العلاجات بتاعته يبقى انا مش محتاجة ازود حاجة، الا بقى لو patient newly admitted ساعتها بقى هستعجل ان هو يلا نبتدي الفازوبريسن او الاكتيريوتايد، يلا حط الكابرون والدايسينون اللي هو في ساعتها. ولو بيشنت برضو بيبتيك ألسر هحط بقى البي بي اي والكلام ده كله. بس لو هو اوريدي عندنا وماشي على الحاجات دي، فساعتها الدواء اللي انا ممكن احطه اكسترا او ياخده في الاتاك اللي انا فيها دلوقتي هي كابرين والدايسينون، كحاجة بتوقف البليدنج اللي شغال معايا دلوقتي. تمام؟ ده كده باختصار شديد ايه اللي ما انا ممكن اعمله في حالة اتاك اوف هيماتيمسيس. اهم حاجه يا شباب البلود بريشر والاي بي جي والفلويدز، لان مشكلتي مع الهيماتيمسيس حاجه واحده بس سيمبلي، وهي ان هخاف البيشنت يخش في هايبوفوليميك شوك، وهو ده اللي انا ببقى بالنسبه لي الاكيوت مانجمنت على الاساس ده. سيمبلي ده كده يعني حاولت اجمع الهيماتيمسيس على قد ما اقدر، ان شاء الله ما اكونش ناسي حاجه مهمه، بس ده كده الهيماتيمسيس باختصار. ودي من اكتر الحاجات الكومن، وتقدروا يعني من اللي انتوا سمعتوه دلوقتي تفهموا يعني ايه اللي ممكن ستبس اللي انت تعملها حتى لو النايب مش موجود، او من قبل ما النايب يطلب منك حاجه. بيشنت هيماتيمسيس بنجري نجهز حاجه النيزو جاستريك تيوب وجهاز الضغط والاي بي جي مهمين، والدكتور اللي معاك هيجي هيقول التمريض يعلق الفلويدز والكابرين اند دايسينون. ده بالنسبه لي مانجمنت الهيماتيمسيس. وطبعا لو البيشنت لو دخل معايا في شوك هنعمل اي سي يو نوتيفيكيشن، ارجنت اي سي يو نوتيفيكيشن كميديكال ليجالي. بس هو الهايبوفوليميك شوك سيمبلي علاجه فلويدز وبلود ترانسفيوجن. ده كده يا شباب، يعني اتمنى اكون غطيت كل النقط يعني، واتمنى اكون افدتكم ان شاء الله النهارده يعني.